رجع هنا، اوعى تتحركي قبل ما ارجع لك. معايها جوز مين؟ جوز امك. اللهم طولك يا روح. وده كمان اصل خالتي بتحب تبرطع رجليها وهي نايمه. هو في ايه بالظبط؟ انا عايزه افهم. كان في وخلص. تحبي اجيب لك معايا وانا جايه؟ لا يا حبيبتي، كفي نفسك الاول وغوري من طريقي. لا 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 لا، بلاش العوق ده معايا يا حلوه. العوق لغايه دلوقتي يا حبيبتي بتسمعيه من بقي، بعد كده هتسمعيه من بقي والشبشب اللي في رجلي. انا كده خفت يا نسوان، حد يجيب لي طاسه الخضه. لا ده انت عايزه تتربي يا حبيبتي. عشان اعلمك بقى الادب اولها وانت داخله عليا. فاكره نفسك ايه؟ نفسك ايه؟ ما تتلموا بقى. بس يا ست انت وهي بعادوا حلو عندي بحتي وهي. الله ابعدي يا ولية انت. اقسم بالله كدابه، هي اللي عماله تراضيني من ساعه ما دخلت، وكل الناس وان شاهدين علينا وقابله سرور كمان. او النبي سالي القابله اللي قاعده دي هي اللي تشهد. طبعا هشهد. بصراحه يا حضره السول، البت دي هي اللي جرت شكلها. يا شيخ حرام عليكي. وكمان هي اللي عورت نفسها وقالت لهم انا حرمي بلايا عليه. كذب والله العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. ما هي كده من اولها كدابه يا نصابه. والله العظيم بيكذبوا عليك. انا اوريكي امي معايا. ما تستني يا ولادي كمان. الله استنى. ايوه يقولوا عليكي ساقعه بلا ولادي. يا حرام عليكم. اطلعي بره. حرام عليكم. خلي بتاعك. يلا بره. ايه رايك فيا يا قبله؟ شاطره يا بنت. تربيتك يا روحي. بقول لك ايه يا حلوه، انا عايزه الحمام ده بيبرق، عايزاه زي المرايه، عايزه اشوف خلقتك فيه. سمعاني ولا ايه التاني؟ ما بترديش عليا ليه يا معفنه يا نتنا يا حراميه؟ حاضر هتضلك الخير يا اختي. أبو نصرور بتصبح عليك يا بشاويش. من يد من اقدمها يا بيضة. الله مش تفتحي؟ معلش يا حبيبتي، اصلا ايدي كانت متوسخه فقلت اغسلها فطرطشت عليكي. جرى ايه بقى؟ مش عارفه انا مالي جايه اكحلها عمتها. ما تزعليش مني انا اسفه. مالك يا اختي بتبصيلي كده ليه؟ اكنك مثلا مش مصدقاني وانا بحور عليكي. جرى ايه حضره الصوت؟ لو انت مش شايفاها بتعمل ايه؟ شايفاها ما غلطتش البنايه، جايه تغسل ايدها طرطشت الميه عليك، عملت ايه غير كده؟ لو انت ما تعرفيش ان رش الميه عداوه يا حضره الصول. لا يا حبيبتي، عندنا هنا رش الميه محبه. اهوت الحكومه نفسها كلها كده بتشهد معايا. ليكي شوق في حاجه؟ ده انتوا كلكم كده بقى.
يعني ايه يا بيضة كلنا كده؟ يعني بنتبلى عليكي يعني ولا ايه؟ لا ابدا ولا حاجة. يبقى تشتغلي وانتي خارصة. معرفش بقى هي طالبة معايا نظافة النهاردة، عايزاكي كده تمسحيلي الحمام وتطوقهولي وتحصليني على العنبر يا حبيبة قلبي يا مزلتي. ايه في حاجة مش عاجباكي ولا ايه؟ وعايزاكي تخلصي شقة ماما. ايه اللي نعيش فيها يا بنتي؟ مش هينفع يا حبيبي. فيها ايه بس؟ ده احنا كده هنوفر ونتجوز بسرعة. يا سلام، فرحتي انا لما اتجوز بسرعة بعيش حياتي كلها متكتف. هو متكتف ليه ان شاء الله؟ متكتف ليه؟ اصل انا شكرا ميرسي. قبل ما بنام بسيب دماغي في اوضه ورجلي في اوضه وايدي في اوضه ثالثه خالص. يعني ايه يا بنتي؟ انت بتفكريش يا بنتي الزوج مننا ما بيرتاحش غير مع مراته في بيته وحماره. يا حبيبي يعني احنا هنعيش في الصاله؟ ما احنا برضه هيبقى لنا اوضتنا مقفوله علينا برضه. لا بعدين انت عبيطه ولا ايه؟ ده انت اساسا المفروض تقنعيني نعيش لوحدنا، تيجي تقولي نعيش مع ماما. طب بص كل لقمه كده وفكر هتلاقي فكره حلوه. مش عايز. بعدين فكرت ومش عايز. انا مش عارفه انت عامل كده ليه يا حبيبي. انا بسهل عليك وانت تصعبها. بقولك ايه، سيبك من جو تسهلها وتصعبها ده. قولي بقى الفكره دي بتاعتك اساسا ولا بتاعه تغريب؟ فكرتي انا طبعا. ماشي يا تغريب ماشي. وانت ليكي رؤى معايا، عارفه ليه ولا مش عارفه؟ عشان بتسيبي ودنك الجميله دي لاي حد يقعد يرغي 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 ومش بعيد يبوظ لك حياتك. يا بنتي ده ناقص تقولينا نشرب ايه ونخلف امتى ونعمل ايه؟ ايه ده في ايمان؟ هو انت قافش ليه اللي هي اللي قايله لي؟ قلت لك فكرتي انا. طب نفرض مثلا ان هي اللي قالت لي، ما هي برضو مامتك وعايزه مصلحتك. ريم الكلام خلص وعدي يومك على خير لو سمحتي. طب خلاص خلاص بقى خلاص. هو احنا خارجين نتبسط ولا نتعكني؟ قولي لنفسك ستان. الله طب بحبك بقى. فك التكشيره دي بقى. يا رشا انت شايفاني يا بنتي؟ يا مدام اصبر على شويه. ردي علينا يا رشا، شايفانا؟ طمنينا. ايوه انا شايفك يا توحى، الحمد لله انا شايفك. يا حبيبتي يا حبيبتي الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب. الحمد لله شكرا يا دكتور، ربنا يخليك لينا. الحمد لله يا رب الحمد لله. هتلبس نظاره ثانيه يا دكتور؟ مش انا بقى محتاج النظاره بعد كده. الحمد لله رب العالمين. يا حبيبتي يا رشا يا لهوي، ده انا ما كنتش مصدقه نفسي. اليوم اللي هتفتحي فيه انا كان هين عليا اديكي عناية تشوفي بيها. انا كنت خايفه ما افتحش وما اشوفكيش تاني ابدا يا توحة. حبيبتي كنت خيرك يا توحة، والله جميلك ده ما هنسى العمر كله. بس اسمعي بقى، الدكتور قال لا تتعرضي للشمس ولا ضوء جامد، سامعه ولا لا؟ سامعه. انتوا عندكم ضوء الشمس ولا عندكم ضوء من اساسه؟ ده انت عندك كلها هي لمبه مدخمسه. لا توحة، لكن امك ما تشوفهاش مش كده؟ خساره فيك الدمعتين وقريتي عليكي دلوقتي تعبانه. يا لهوي شوفي الولايه يا ولاد، انت لسه كنت عماله تقولي توحه توحه، غيرتي اوام؟ لا طبعا يا ماما، انا ماديش غيرك انت وتوحه. يا حبيبتي يا رشا يا حبيبتي الحمد لله رب العالمين، يا رب اشوفك عروسه يا حبيبتي. هتتلم شويه ودوقته